ناس المغرب وناس المغرب ناس الجزائر روح روح كل كل بلادي الجزائر حلوا لينا بابا بابا بلادي المغرب تربينا فطرابا فطرابا توحشتكم بزاف بلاديكم منخاف خوتي وصحابي شوف واحد السيده هنا جزائريه جات من الجزائر تشتغل هنا وكتبيع الحلويات الصنع الجزائري غادي نشوفوها كونوا معي نقولوا مثال لهذا العالم برك ملوم في بعضياتنا كيف الخوت نعيشوا حياتنا وقف بابي ندق في بابك من خوتك من اصحابك جاو شي ناس سولوني قالوا برك خلعتوني بلادي الجزائر احنا هنا عند اخت اسمهان اخت جزائريه جات من العاصمه الجزائر عايشه معنا هنا في طنجة في الحومه اللي كنسكن فيها انا كذلك هي جارتي هنا حومه الحي الجديد اختي اسمهان تبارك الله عليك يعني اختي انت من الجزائر العاصمه احكي لنا يعني انت مرتاحه هنا في طنجة مرتاحه الحمد لله ياك فاش جبرتي الراحه ديالك مزيانه وقفوا معايا الحمد لله ما عنديش مشكله مع حتى واحد الحمد لله والله وبيعه وشاريه مزيانه يعني هنا في طنجه انا الحي شويه كان المفروض تشوف يعني وسط المدينه يعني لا 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 مزيان مزيان ياك مزيان وشنو هو النوع ديال الحلويات كلها جزائريه مدخله مغربي وتونسي وجزائري ايوا دابا انت من العاصمه يعني الجزائر من اي جهه في الجزائر الجي العاصمه اي ولكن الحراش الجي سونتر ايوا انا كاين بولوغين كاين كثير بولوغين انا زايده في بولوغين انت زايده في بولوغين وانا عندي اصدقاء بولوغين في العاصمه بروكسل مزيان اذا الاخت سمعان كدير الحلوى جزائريه محضه ها؟ وعايشة مزيان هنا في طنجة. لا عايشة مزيان. الحمد لله، هادشي اللي كنتمناو لك اختي اسمهان. ربي يخليك. ونتمناو الاخوان ديالنا كلهم المغاربة والجزائريين الصحة والعافية وطلعهم إن شاء الله. حنا كنعيشوا اليوم الأول من السنة الهجرية. الهجرية عام 1441. يعني الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية وطول العمر، الصحة والعافية لجميع المسلمين. شي كلمة في حق الإخوان ديالنا الجزائريين اللي كيعيشوا معنا في بروكسل. ربي معاهم والغربة صعيبة أنا جربتها. جربتيها؟ جربتها شحال فين كنتي في الغربة؟ في ميلانو. يعني ميلانو ما جاتش معاك؟ لا لا نحب المغرب والجزائر. تحب المغرب والجزائر؟ لا ما جاتش معاك. إلا استدعيتك وجيتي لبروكسل تجي؟ ما تحسش الغربة هذا كنت كدك هذيك الأغنية ديال الوردة إيه وردة ها الغربة لا لا الغربة ما تخرجش عليا إذا كنشكروك أختي سبهان وكنتمنى لك التوفيق والنجاح حنا هو الجيران تبارك الله عليهم كلهم كيشكروك صراحة أنا عملت التحرية ديالي كلهم كيشكروك كلهم يعني صراحة وهادشي اللي خصو يكون يعني تكون محبة قائمة متبادلة يعني بين الأشقاء المغرب والجزائر حنا كنا خوت كنا كيجمعنا دين واحد جيران عادة وحدة تقاليد وحدة ما عنديش مشكلة مع حتى واحد في المغرب ملي جيت هنا وسكنت هنا ما عنديش الحمد لله الحمد لله الناس كاع يحترموني والناس كاع كيحبوني واقفين معايا ما لا لا على بالي أنا اخترت المغرب في حياتي نعم نعم إذا اخترتي المغرب عن قناعة عن قناعة عن قناعة كنشكروك اختي اسمهان وكنقول لك مرحبا بك انت والاخوان والاخوات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو من الجزائر الشقيقه اللي كنحبوها حنا كذلك شكرا جزيلا لكم والله يعاونك والله يسهل لك الامور ان شاء الله تحياتي
ها هي الاخت سمهان هذه الحلويات ديالها من صنع جزائري موجوده في الحي الجديد قرب مقهى تيتو معروف عليها هذا جي اسم ديالها اللي بغى اللي بغى يعني الحلويات ديال الاخت سمهان الجزائريه يعني حلويات جميله جدا ورائعه ولذيذه يعني في نفس الوقت لان انا ان شاء الله غادي ناخذ منها اليوم خديت وحده من هاد الحلويات كلها ان شاء الله يعني داكشي رائع جدا وهي كتخدم بلي كوموند يمكن ياك اختي سمعي بلي كوموند لازم واحد يوصل باش يعني باش نعم باش ما تخليش السلعه بايته ولا نعم واحد يحتاج حاجه نديرها شكرا شكرا اختي اسمان تحياتي بارك الله فيك هذا هو الحي الجديد بمدينه طنجه هذا هو الحي اللي كنسكن فيه انا وانا جار ديال الاخت اسمهان فوالا نقولوا مثال لهذا العالم بركه ملوم في بعضياتنا كيف الخوت نعيشوا حياتنا في بابي ندق في بابك من اخوتك من